نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قصة استماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن المؤمنين يحضرون عند قراءة القرآن في المساجد أو في المجامع المختلفة أثناء الذكر؟ نعم، الجن المؤمنون يحضرون الدروس، يحضرون تلاوة القرآن مع إخوانهم الإنس، يحضرون هذا وإن كنا لا نراهم، فهم يحضرون.